علم الزمكان كل شيء نسبي بما في ذلك التاريخ، فلكل صورة حكاية، ولكل حكاية أصل وفصل، وهذا يشمل التراث غير المادي كذلك مثل الموسيقى، وعليه يمكن أن يتشعب تاريخ الموسيقى إلى عدة مسارات تحددها الحضارات من مختلف مواطن انتماءاتها التاريخية والجغرافية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تعود أصول موسيقى آسيا الوسطى لزمن سحيق يقدر ب4000 عام، حيث تتعلق وبشكل وثيق بتقاليد رواية القصص والأساطير الشعرية والملاحم الروائية، بينما ظهرت الموسيقى الكورية منذ عام 37 قبل الميلاد إبان عهد ممالك غوغوريو الثلاثة. ولعل نقطة تحول تاريخ الموسيقى في العالم عموما وفي أوروبا خصوصا تتركز في العصور الوسطى منذ سنة 500 للميلاد، حيث برزت مع تراتيل الكنائس لتزدهر مع توالي القرون نتيجة تقهقر سلطة الكنيسة خلال عصر النهضة. حينها ظهرت المدرسة البرجندية التي أسسها البلجيكي غويمي دوفي خلال القرن الخامس عشر لتندلع ثورة موسيقية همت إحداث أنواع جديدة مثل الموسيقى الكلاسيكية والرومانسية بقيادة نخبة من ألمع النجوم مثل بيتهوفن وموزارت. أما الموسيقى العربية فيعتقد أن أصولها تعود لعصر الجاهلية حين كان شعراء العرب يلقون قصائدهم بقالب موسيقي يطرب مسامع المتلقين، لكن ازدهارها الحقيقي كان في الأندلس حين أسس عبد الرحمن الأوسطي رابع حكام دولة الأمويين في الأندلس دار المدنيات في قرطبة، وهو أول معهد موسيقي تم تأسيسه في التاريخ، وذلك في عام 825 للميلاد، وكان عباس بن فرناس أحد رجالات المعهد، وهو من أدخل موسيقى العود المشرقية إلى الأندلس. أما عن آلة القانون فهي جزء أصيل من الموسيقى المشرقية، وقد ظهرت منذ العصر الآشوري الحديث قبل 3000 عام تقريباً، حيث سميت بالقانون لأنها من يضع دستور الألحان وأساسه، والقاعدة التي يستند عليها الملحنون في الفرقة، حيث يتم ضبط أوتار الآلات الأخرى بالاعتماد عليها.